نشرة مفصلة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. اتفاق تسوية الوضع في حمص القديمة ينفذ خلال ساعات بعد استسلام عشرات المسلحين، والجيش يتقدم في ريف اللاذقية وحلب والمليحة. محتجون مؤيدون لروسيا يسيطرون على لوغانسك، والقوات الأوكرانية تواصل عملياتها شرقا على وقع تظاهرات منددة. عشان الوطن ده مش بتاعي، مش بتاعنا بس، ده بتاعنا كلنا، ومش بتاعنا احنا بس، ده بتاع الأجيال القادمة. برنامجنا هو العدالة. مع انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية في مصر، السيسي يستبعد التصالح مع الإخوان، وصباحي يتوعد بإبعاد رموز مبارك ومرسي. إيرانية تنقذ قاتل ابنها من حكم بالإعدام وتكتفي بالصفع قبل الصفح. ساعات ويدخل اتفاق تسوية الوضع في حمص القديمة حيز التنفيذ، اتفاق سبقه وقف لإطلاق النار، فيما أفادت مصادر للميادين بأن 50 مسلحا من الوعر ممن ليس لهم سوابق دموية سلموا أنفسهم للجيش السوري لتسوية أوضاعهم. وينص الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن الجيش والمجموعات المسلحة والأمم المتحدة على أن يكون ممثل الأمم المتحدة ضامنا لتطبيقه، ويقضي بتجميع المسلحين ونقلهم بمواكبة الجيش السوري ومراقبين من الأمم المتحدة، وبالتوازي يتم فتح ممر آمن لبلدتي نبل والزهراء في ريف حلب المحاصرتين وإدخال المؤني والأدوية. وعشية تطبيق الاتفاق، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية للدولة السورية. وخلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للإغاثة، أكد الأسد أنه يجب التعاون ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا بما يسهل العملية الإغاثية من دون المساس بالسيادة الوطنية. اتفاق حمص قابله استمرار المعارك على محاور عديدة في سوريا، ففي ريف اللاذقية أفاد مراسل الميادين بتقدم الجيش السوري نحو منطقة النبعين من جهة قرية السمرة. وفي حلب تجددت الاشتباكات بين الجيش ومسلحين في حي جمعية الزهراء، فيما سيطر الجيش على قرية البريج والمرتفعات الاستراتيجية فيها. وفي دمشق يواصل الجيش تقدمه في بلدة المليحة، تقدم واكبته الميادين بمشاهد حصرية. اشتعلت جبهة المليحة بالغوطة الشرقية لدمشق مجددا. الجيش وسع عملياته بعد استهداف نقاط له من قبل المسلحين وسيطرتهم على حاجز النور ومعمل السكر في المدينة. المليحة بوابة الغوطة الشرقية ونقطة أساسية في المعركة، تتاخم من جهة مدينة جرمانة التي تعاني من سقوط قذائف الهاون دوما ووقوع ضحايا فيها. وإلى هذا فإن المليحة تبعد كيلومترين فقط عن طريق مطار دمشق الدولي. مدافع الجيش السوري قصفت مراكز المسلحين في تأمين لحركة المشاة. هذه المجموعات تقدمت من محاور عدة، أهمها مدينة شبعة وجرمانة. قوات الجيش تقدمت إلى معسكر الطلائع واجتازت الساحة العامة للمليحة ومبنى البلدية تحت غطاء ناري كثيف. الصور من المكان أظهرت تطهير أنفاق خلفها المسلحون، بالإضافة إلى عبوات ناسفة وخنادق استخدمت للتنقل بين نقاط القتال المختلفة. ونبقى في ريف دمشق، حيث فجر مسلحون سيارة مفخخة ركنوها عند دوار مدخل بلدة معظمية الشام. المعلومات أشارت إلى أن المسلحين فجروا السيارة عن بعد أثناء قيام عناصر الهندسة بتفكيكها، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح. وكان مسلحون فجروا سيارة مفخخة أمام مركز انطلاق الحافلات في السومرية في تشرين الثاني من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.
وبالتوازي استمرت المعارك بين المجموعات المسلحة نفسها شرق سوريا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن ما لا يقل عن 60,000 شخص فروا من المعارك الجارية بين تنظيمي النصرة وداعش في محافظة دير الزور شرق سوريا. المرصد أشار إلى ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجانبين بشكل عنيف. ومن معارك تنظيم داعش في سوريا إلى معاركه في العراق، حيث تحدث التقارير عن سعيه لبسط نفوذه على مدينة الفلوجة بشكل كامل. مساعي داعش هذه قد تدفع إلى الصدام مع مسلحي العشائر في المدينة. عمر كايد والتفاصيل. عدوى الخلافات بين الكتائب المسلحة في سوريا وداعش بدأت تنتقل إلى العراق. لم تأخذ طابعا عسكريا بعد، لكن بوادر الصراع تلوح في الأفق. فالمشهد في الفلوجة الآن يعيد إلى الأذهان ما كان عليه الحال عشية بدء المواجهات الدموية بين المعارضة وداعش في شمال سوريا. المعلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يسعى لبسط نفوذه بشكل كامل على المدينة. بدأت قيادة التنظيم تتجاهل اجتماعات المجلس العسكري التابع لعشائر الفلوجة وتوصياته. ضيق عناصر داعش الخناق على الصحفيين، واختطفوا عددا من مقاتلي الفصائل المسلحة وقاموا بتعذيبهم. آخر هذه الاعتداءات كان اختطاف داعش ل71 من مسلحي العشائر في أحد المساجد. جردوهم من سلاحهم واشترطوا تخليهم عن القتال نهائيا لإطلاق سراحهم. تختلف توجهات المجلس العسكري عن أهداف داعش. الأخير يسعى لإقامة الدولة الإسلامية وفرض نهجه المتشدد على الناس. أما المجلس العسكري فهدفه منع الجيش العراقي من دخول المدينة ويرفض التوسع بتنفيذ عمليات أمنية خارجها. يعارض المجلس أيضا بحسب مصدر مطلع قتل الجنود الأسرى بخلاف داعش. أما التباين الأبرز فيتعلق بالمفاوضات التي تجري في عمان بين ممثلي الفصائل المسلحة في الأنبار والحكومة العراقية. داعش يرفض المحادثات ويعتبرها ضعفا، فيما ترى العشائر أنها تأتي لدرء الفتنة وتجنيب المدينة سفك الدماء والدمار. مصدر عشائري رفيع أكد أن الخلافات قد تتفاقم مع داعش إذا حصل تقدم في المفاوضات مع الحكومة. ونبقى في العراق ولكن في الشأن الانتخابي، حيث أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية وصلت إلى 74%، كما سجل انسحاب عدد من الموظفين في المكاتب الانتخابية ليلة الانتخابات في بعض المحافظات من دون أن يؤثر ذلك في شفافية الانتخابات. 74% نعتقد من خلال استخدام الأجهزة إنجاز كبير. نعم، لا ننكر أنه حدثت بعض المشاكل، لا ننكر حدثت بعض سوء استخدام الجهاز. نحن تعاقدنا مع 350 ألف موظف، يوجد موظف تعامل مع إجراءات المفوضية وتدريب المفوضية له بحرفية، فتم العملية كما مخطط لها. بعض الموظفين في الحقيقة لم يحسنوا استخدام الجهاز. أضف إلى ذلك وإحنا ما أعلناها في وقتها حتى ما نسوي إرباك، لدينا في بعض المحافظات الساخنة والمناطق الساخنة انسحبت آلاف الموظفين. أول مرة إحنا نعلنها من خلال الإعلام، عندنا بعض المحافظات انسحبت من عندها 1,500 في ليلة الانتخابات، فعملية تعويضهم كانت صعبة، وتم تشغيل بعض المراكز المخصص أن تعمل بست موظفين، شغلناها باثنين موظفين بثلاث موظفين. إلى أوكرانيا، حيث التوتر سيد الموقف، ولا سيما غداة مجزرة أوديسا التي ارتكبها متطرفون مؤيدون لسلطات كييف ضد مؤيدين لروسيا. مجزرة لا تزال تتوالى تداعياتها غضبا لدى المحتجين الموالين لموسكو. وذكرت مصادر للميادين أن الموالين لروسيا أحكموا سيطرتهم على مقاطعة لوغانسك، ويحاصرون بقايا الداخلية والأوكرانية في دائرة التجنيد المحلية، في حين تمكنوا من السيطرة على مبنى حكومي في دونتسك. وأفاد مراسل الميادين بأن الموالين يتوعدون بالزحف إلى كييف انتقاما لضحايا مجزرة أوديسا. يأتي ذلك فيما تواصل القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية في مدن في شرق البلاد، وكانت قد أطلقت النار على اعتصام مدني بين سلافيانسك وكراماتورسك، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 30 آخرين. ما
العمليات العسكرية هذه تأتي على وقع تنامي الغضب بين المحتجين، ولا سيما في أوديسا جنوب البلاد، حيث يستمر الحداد على ضحايا المجزرة التي استهدفت دار النقابات في المدينة. الأزمة الأوكرانية استمرت بإلقاء تبعاتها على العلاقة بين موسكو وواشنطن، واللتين تبادلتا الاتهامات بشأن التصعيد الجاري في أوكرانيا. نار أوديسا لم تهمد بعد، فأحداث الميناء جنوب البلاد التي خلفت أكثر من 40 شخصاً قضوا حرقاً تتكرر بوتيرة ولو أخف في مدن أخرى. لم يأبه تسارع الأحداث الأوكرانية ليومي الحداد على أرواح ضحايا أوديسا، فالمواجهات المسلحة تزايدت بين الجيش الأوكراني والموالين لروسيا. بالكاد يتسع المشهد الملبد لنافذة أمل تبدت في إطلاق مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد 8 أيام على اعتقالهم في سلافيانسك شرق البلاد. التوتر يزيد بدوره من تصاريح الدعوات المكررة إلى التهدئة. جون كيري مرتاح لإطلاق المراقبين الأوروبيين، لكنه وجه رسائله مراراً إلى روسيا، دعا الكرملين إلى سحب دعمه لمن سماهم الانفصاليين. سيرجي لافروف في المقابل يرد الكرة سريعاً ويقول في اتصال مع نظيره الأمريكي أن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لإجبار نظام كييف الخاضع لسيطرتها على وقف عملياته العسكرية فوراً. وكما كيري كذلك الحلف الأطلسي، روسيا برأي راسموسن ترتكب خطأ تاريخيا بمواصلة العمل على زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، ومن شأن ذلك أن تكون له تداعيات كبيرة على العلاقات بين روسيا والغرب. في بورصة التوتر الأمني، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن من سمتهم الانفصاليين المسلحين هاجموا وحدة عسكرية ونقطة تجنيد في لوغانسك شرق البلاد وأصابوا جنديين بجروح، ليستمر التصعيد في شرق أوكرانيا وجنوبها وصولا إلى القرم. أحد القادة الموالين لروسيا في لوغانسك أعلن حظر التجول والتعبئة الشاملة لكل الرجال، وأضاف: لن ننتظر إلى أن نحاصر ونحرق، ننوي الصعود إلى كييف. وبعيدا عن الشأن السياسي والخلافات وأخبار المعارك، نتوقف عند قضية إنسانية في إيران تحمل الكثير من العبر السامية. أمان بينهما ولدان، قاتل وقتيل، واحد تحت التراب وآخر على حبل المشنقة، غضب وشعور بالحاجة للانتقام، فصفع قبل الصفح. علي هاشم زار شمالي إيران حيث التقى أصحاب القصة وسمعها من أفواههم. على حبل المشنقة أعدم شعور مريم بالانتقام. لم تدفع كرسي الموت ليترنح جسد بلال قاتل ابنها، لم تنتقم، صفعت ثم صفحت، وكانت القصة. إلى شمالي إيران ولينا الوجه لنسمع بقية الحكاية. هنا والدتان لقاتل وقتيل، واحدة يدها في النار وأخرى احترقت يدها من قبل. عندما قتل ابني شعرت بأن حياتي شرفت على نهايتها، ولا سيما أنني فقدت أخاه الأصغر في حادث سير قبل سنوات، أصبحت جالسة الفراش لسنتين. ذهبت إلى مكان تنفيذ الإعدام فرأيت والد المقتول هناك وقال لي: لا نستطيع العفو عن ابنك. فأجبته: معك كل الحق. وعندما صعد ابني المنصة لم أستطع البقاء. لحظات قاسية تلك، صراع الانتقام والعفو، صراع الموت والحياة. صعدت إلى المنصة لتنفيذ الحكم فقال لي: سامحيني، ارحمي أبي وأمي. فقلت له: هل رحمت والد من قتلت وأمه وشبابه؟ لبرهة شعرت بيد تأخذ بيدي، أخذت كرسيا وصعدت عليه، صفعته بقوة فشعرت أن قلبي يرتاح. جاء زوجي وفككنا الحبل من على عنقه، وشعرت بأنني قريبة من الله. قبل تنفيذ الحكم كذبت على ابني، قلت له لن يعدموك ليحافظ على قوته، لكن عندما وضعوا الحبل على عنقه شعر بالخوف. سلمت بأمر موته وأردت الذهاب، فجأة سمعت أصوات تصفيق ورأيت ابني مفكوكا من حبل المشنقة. لكن حلقة مفقودة بقيت مجهولة. ما الذي دفع مريم
للعفو عن بلا. رأيته قبل العيد في المنام، قبلني وعيدني وطلب مني إخبار أمي بأن تعفو عن القاتل. قلت له لماذا لا تخبرها أنت؟ فقال لي لا يمكنني أن أرى غيرك. وكأنها حكاية من ألف ليلة وليلة، حكاية تكررت في أربع مدن إيرانية بعدما خرجت إلى النور. في الشارع خلفي كان من المفترض أن يعدم بلال، لكن والدة القتيل لم ترد أن يقال بعد موته سبق السيف العدل، أرادت أن تقول سبق العفو الحبل. علي هاشم، بلدة نور شمالي إيران، الميادين. إلى مصر، حيث انطلقت حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 من شهر أيار مايو الجاري. وبحسب قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يسمح للمرشحين رسميا عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي يسمح لهما ببدء حملتهما ودعايتهما الانتخابية حتى نهاية يوم 23 من هذا الشهر، حملة بدأها المرشحان بسلسلة مواقف استبعد فيها السيسي المصالحة مع الإخوان، فيما توعد صباحي بإبعاد رموز مبارك ومرسي. بإعلان اللجنة العليا القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي ضمت حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي، بدأت حملات الدعاية الرسمية التي تمتد لعشرين يوما. صباحي قرر تدشين حملته وعرض برنامجه الانتخابي من أسيوط في صعيد مصر لما شهدته المنطقة من إهمال على مدار عقود. برنامجنا هو العدالة، وأولها العدالة الاجتماعية، والصعيد في أمس الحاجة إلى العدالة وخصوصا العدالة الاجتماعية. نحن حملة فقيرة تعتمد على المتطوعين، لكننا نعتقد أن الحماس الذي يوفره هذا الشباب الرائع الذي يشكل 90% من الحملة هو أهم بكثير من المال. في المقابل دشنت حملة السيسي فعالياتها الرسمية بتظاهرات إلكترونية أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج يحمل اسم تحيا مصر. السيسي لم يكشف بعد عن برنامجه الانتخابي الذي تتولى حملته الرسمية ولجنة الشباب شرح تفاصيله للمواطنين ومن خلال لقاءات متلفزة. تعالوا نحلها كلنا مع بعض، عشان الوطن ده مش بتاعي، مش بتاعنا بس، ده بتاعنا كلنا، ومش بتاعنا احنا بس، ده بتاع الأجيال القادمة. مؤيدو كلا المرشحين استبقوا الحملات الرسمية بفعاليات كثيرة. أنصار صباحي دشنوا سلاسل بشرية عديدة لدعم مرشحهم مع حملات اتخذت شعار واحد مننا هنحقق حلمنا، فيما انتشرت لافتات التأييد للمشير السيسي في الشوارع والميادين. السيسي مش محتاج حملات، لأنه معروف للشعب والشعب لنا ده. يعني مش بس شباب الطيار، الصور كمان بالدعم حاملين، لأنه هو اللي فاضل من روح الثورة المصرية. حاليا لحد وقت انا مش شايف دور فعال للحملات الانتخابيه. وتزامنا مع بدء السباق الرئاسي تكثف جماعه الاخوان المسلمين التي ترفض المشهد السياسي بعد مرسي تظاهراتها، وتتزايد هجمات المسلحين المتشددين. في ظل اضطرابات سياسيه وامنيه تعيشها البلاد، يطوق كثير من المصريين الى زعيم قوي قادر على استعاده الاستقرار والنهوض بمصر، امر يامل الكثيرون ان تحققه الانتخابات الرئاسيه القادمة. هاشم مناع، القاهرة، الميادين. إلى فلسطين المحتلة، حيث فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا على الضفة الغربية اعتبارا من منتصف ليل السبت وحتى منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء لمناسبة حلول ما يسمى بعيد الاستقلال لدى الشعب اليهودي. وقالت إذاعة الاحتلال أنه بموجب هذا الطوق لن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية الطارئة وبعد الحصول على تصريح من الإدارة المدنية. في الشأن السياسي، نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر لها أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مارتن أندك يفكر بالاستقالة بعد تعثر المفاوضات. يأتي ذلك فيما جدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق رفض الحركة الاعتراف بإسرائيل وبشروط رباعية الدولية. وبشأن المصالحة الفلسطينية، أعلن أبو مرزوق أن عضو لجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد سيصل إلى غزة خلال اليومين المقبلين
لبدء تشكيل حكومة التوافق الوطني، وشدد على أن الحكومة المرتقبة لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة. إلى تونس، حيث نظمت لائحة القومي العربي وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة في العاصمة تونس، احتجاجا على دخول سياح إسرائيليين البلاد. وردد المعتصمون الذين رفعوا أعلام سوريا وفلسطين وتونس هتافات تندد بسياسة التطبيع مع إسرائيل، متهمين المجلس التأسيسي بالعمل على منع إدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي. يا قادر يا صهيوني يا قادر، فلسطين عربية، فلسطين عربية، والتطبيع والتطبيع لا مقسومة، والتطبيع تونس تونس عربية، لا سياحة صهيونية، لا سياحة صهيونية، عبيد بني صهيون، يا عبيد بني صهيون، أحفاد شعر ونسبهم، وحدة إلى أفغانستان، حيث تستمر عمليات البحث بين أنقاض إحدى قرى ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان عن ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضربها بعد أن كان قد أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف. يأتي ذلك فيما انطلقت نداءات لتأمين مساعدات غذائية عاجلة للمنكوبين. محمود واثق والتفاصيل. ساعة واحدة تحولت بعدها قرية آب باريك التابعة لمديرية أرجو بولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان إلى أثر بعد عين جراء انزلاقين متتاليين للتربة تسببت بها أمطار موسمية غزيرة. 300 بيت طيني تتشكل منها القرية المنكوبة دفنت تحت الأرض بالكامل وفقا للسلطات المحلية. المدفونون تحت الأنقاض لا يمكن مساعدتهم، ما علينا الآن هو مساعدة الناجين من الكارثة والذين هم بحاجة ماسة وعادلة لمساعدات عاجلة لإنقاذ أرواحهم. في تفاصيل الكارثة الطبيعية التي راح ضحيتها آلاف القتلى ومئات المفقودين، تقول السلطات وشهود عيان إن الانزلاق الأول للتربة أدى إلى تجريف القرية كاملة، بينما باغت الانهيار الأرضي الثاني مئات القرويين المحليين الذين سارعوا لنجدة أهالي القرية. عملية الإنقاذ بطيئة جدا، لكننا نحاول وبمساعدة القوات الأمنية الوصول إلى المنطقة لنجدة المنكوبين. لا يمكن إعطاء حصيلة نهائية للضحايا لأن المئات من الأفراد هم في عداد المفقودين. عملية البحث عن ناجين بين الأحجار والأوحال مستمرة بوسائل متواضعة جدا، بينما ينتظر المئات من المشردين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء مساعدات عاجلة من الهيئات الرسمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الحكومة المركزية هنا في كابول تقول إن حجم الكارثة كبير جدا وأن إمكاناتها لمواجهة تداعيات مثل هذه الحوادث قليلة، لكنها حركت فرق الطوارئ لمساعدة أهالي بدخشان الذين هم في أشد الحاجة إلى المواد الغذائية ومساكن مؤقتة. محمود واثق، كابول، الميادين. والآن إلى أبرز ما تناولته الصحافة العربية اليوم في أبرز عناوينها مع الزميلة بسان طرف. صباح الخير. صباح الخير لينا. من جديد صباح الخير مشاهدينا، جولة على عناوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم. المحطة الأولى مع صحيفة الوطن العمانية، نقرأ في عنوانها الأول: الجيش السوري يبدأ تسلم حمص بلا سلاح أو مسلحين غدا، الأسد يدعو لتأمين المساعدات الإنسانية. روسيا تحمل أوكرانيا والغرب مسؤولية سقوط عشرات القتلى في اشتعال أوديسا. وفي الملف الفلسطيني، عنونت الوطن العمانية: الفلسطينيون يبدأون مشاورات حكومة التوافق خلال يومين. ننتقل إلى صحيفة البيان العراقية، ائتلاف دولة القانون يتصدر القوائم ونسبة المشاركة 63%. المفوضية إعلان النتائج النهائية للانتخابات يحتاج إلى ما بين 20 إلى 30 يوما. أيضا نقرأ في البيان: تنظيم داعش يحرق عددا كبيرا من منازل الفلوجة والمكتب العام للأنبار. مصدر بمجلس الأنبار يتوقع عملية عسكرية كبيرة على الفلوجة. إلى صحيفة الدستور الأردنية، دول الجوار السوري تبحث اليوم في الزعتر آثار اللجوء والدعم الدولي. وفيها أيضا: إحباط تهريب سيارات وضبط أسلحة وذخائر على الحدود مع سوريا.
بدورها الوطن السورية عنونت: الدستورية ترجح أن يتنافس 3 مرشحين في الانتخابات وإعلان الأسماء الأربعة. دمشق تدعو المغتربين إلى المشاركة في الاستحقاق. الجيش يضغط على مسلحي المليحة ومبادرة حمص متواصلة. ساعة الصفر لفك حصار سجن حلب المركزي والشيكة وشهداء بالمعظمي والدويلعة. إلى صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في عنوانها الأول: اجتماع وزاري خليجي يتابع تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وفيها أيضا: مستشار خامنئي، حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان، مفاوضات حمص تشمل إطلاق سراح إيرانيين وعناصر من حزب الله. السيسي مدشنا حملته الانتخابية: الوطن إذا سقط فلن يعود. صباحي وجه كلمة للشعب وحكم بسجن 104 من مؤيدي الإخوان. حماد الجبالي للشرق الأوسط: لن أترشح للرئاسة باسم النهضة. أخيرا إلى صحيفة الثورة اليمنية: مصرع عدد من الإرهابيين في المعجلة بينهم قيادي الشيشاني وتعزيزات عسكرية تصل شبوة. الأحزاب تدعو إلى الاصطفاف ومساندة الجيش في محاربة الإرهاب. ونقرأ في العنوان الأخير: الأزمة الأوكرانية تنزلق نحو العنف والأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية. شكرا للمتابعة وعودة إليك دينا. شكرا لك بسام. والآن إلى الماضي الحاضر. إلى العناوين. اتفاق تسوية الوضع في حمص القديمة ينفذ خلال ساعات بعد استسلام عشرات المسلحين، والجيش يتقدم في ريف اللاذقية وحلب والمليحة. محتجون مؤيدون لروسيا يسيطرون على لوغانسك، والقوات الأوكرانية تواصل عملياتها شرقا على وقع تظاهرات منددة. روسيا! روسيا! عشان الوطن ده مش بتاعي، مش بتاعنا بس، ده بتاعنا كلنا، ومش بتاعنا احنا بس، ده بتاع الأجيال القادمة. برنامجنا هو العدالة. مع انطلاق حملات الانتخابات الرئاسية في مصر، السيسي يستبعد التصالح مع الإخوان، وصباحي يتوعد بإبعاد رموز مبارك ومرسي. إيرانية تنقذ قاتل ابنها من الإعدام وتكتفي بالصفع قبل الصفح. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.